مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. عندنا كلام كتير طبعا قبل عودة الفريق للتدريبات، فريق النادي الأهلي يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. نتكلم على موضوعات كتير ليها علاقة بالنادي الأهلي وكمان بالكرة العالمية، ولكن خليني في البداية. النهاردة 21 مارس، عيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة، وكل سنة وأمي أنا شخصيا طيبة وبخير. طبعا يعني اقل واجب انه يكون في ليهم بعد التعب اللي بيتعبوه ده كله يوم نحتفل بيهم او نفتكرهم بهديه بسيطه قوي. كل سنه وانت طيب يا احمد، وكل سنه وكل ام طيبه. كل سنه وكل ام طيبه. الحقيقه اليوم ده على الرغم ان احنا المفروض يعني وبيتهيألي كل واحد فاكر امه طول السنه، لكن اليوم ده بيبقى مناسبه خاصه بنحتفل بيها، وليه لا الحقيقه. يعني يمكن تكون اكبر نعمه منحها ربنا سبحانه وتعالى للواحد هي أبوه وأمه، أكتر ناس عندهم قدرة على العطاء، أكتر ناس عندهم قدرة على التضحية، الحب بدون انتظار أي مقابل. هو كل أب وكل أم ربنا يعني طبعا كل واحد أبوه وأمه موجودين في حياته يعرف أنه ربنا مديله يعني نعمة كبيرة جدا يحافظ عليها. كل سنة وكل أم طيبة، وخصوصا أمهات الأبطال. الحقيقة يمكن أي نجم وأي بطل في أي رياضة الحقيقة وصل، ده معناه أنه الجهد كان مضاعف، ده معناه أنه العطاء كان مضاعف. فكل سنة وكل أمهات أبطالنا طيبين وبألف خير.